السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرة اليسار الديمقراطي بمدينة الرباط، ومعي اليوم الصديق ديالي عمر الحياني اللي مستشار جماعي باسم فدرة اليسار الديمقراطي بمدينة الرباط. اولا وقبل كل شيء كنشكر كاع اللي متبعين هذا البودكاست واللي كيتواصلوا معايا، كنعتذر ما كنقدش نجاوب على الجميع، ولكن شكرا وشكرا للدعم حيت ملي كتبارطاجيو داكشي كله هذا دعم حقيقي للمهمه اللي كنحاولوا نقوموا بها حنا على المستوى السياسي. واليوم لا بغيتوا تدعمونا مره اخرى كنقول لكم تسجلوا في اللوائح الانتخابيه وبارطاجيو هادشي ديال التسجيل في اللوائح الانتخابيه، راه مازال راه يفتحوهم واحد الاسبوع تسجلوا، راه هذا هو لا بغينا زعما نصلحوا هاد البلاد بطريقه سلميه. ما كاين الا حل واحد هو التسجيل، ومن بعد الواحد يفكر واش يصوت يصوت علينا مرحبا، ولا ما بغاش يصوت يقاطع، ولكن يكون مسجل، حتى لو بغى يقاطع يكون مسجل. هذا الاسبوع كان عدد الاشياء، كان اسئله كتابيه هتلقاوها كلها في البلوغ، كان اسئله حول التعليم، منها سؤال مي كنت تكلمت لكم عليه مي مشيت للسحترين في اقليم تطوان، هذه حول واحد المدرسه اللي فيها عدد الاقسام جد محدود، والتلاميذ كاين بعض التلاميذ اللي كيقراو في القهوه اللي حدا المدرسه. فطرحت سؤال على السيد وزير التعليم، كنقول له هادشي ماشي معقول، خاص على الاقل هذيك المدرسه تكبر. هتلقاو كاع الاسئله في البلوغ. سؤال اخر مهم اللي كيتعلق بالحريه الجماعيه، وبصفه خاصه واحد الجمعيه اللي انا كنحترمها بزاف، شاركت معهم في بعض الندوات سميتها غاسين جذور، اللي السلطات بدات كتمنع عليهم الانشطه ديالهم، فطرحت سؤال السيد وزير الداخليه. كان هذا الأسبوع نقاش، بداية النقاش تفصيلي حول قانون التعليم، قانون الإطار ديال التعليم، دوزنا فيه واحد سبعة السوايع. هذا موضوع مهم جدا، وكيبانوا التناقضات والاختلافات اللي خصها تكون، زعما الخلاف ولا الاختلاف مهم في أي بلاد باش نعرفوا شكون اللي كيدافع على شنو. أنا بان لي كيبان لي بأن كاين حاليا واحد اللي نقولوا قطبين، كاين قطب ولا توجهين، توجه اللي كيدافع على المدرسه العموميه وباغي الاصلاح ديالها ونصلحوا، حتى اي دوله بغات تكبر خصها تصلح بالنسبه لنا حنا التعليم العمومي، وكاين الناس اللي كيدافعوا على التعليم الخصوصي. ما نسالوش هذوك الناس، راه التعليم الخصوصي في المغرب راه كيمثل تقريبا واحد بين 10 و 15 مليار ديال الدرهم، فالمقاومه ملي كنسمعوا مقاومه الاصلاح خصنا نشوفوا الفلوس فين كاينه. ففي هذا الاطار طلبت السيد الرئيس لجنه الماليه مهمه استطلاعيه في مجال التعليم الخصوصي باش نعرفوا هذه الشركات ديال القطاع الخصوصي شحال كيخلصوا الضرائب، ونعرفوا الحجم ديالهم، ونعرفوا شكون هما الناس اللي كي عندهم مدارس خصوصيه. من غير هذا الشيء على المستوى الجماعي كان عندي جوج اجتماعات مع السيده بوشام اللي من العداله والتنميه، وكنحترمها بزاف هذيك السيده، كنا اشتغلنا في دفتر التحملات حول الدعم للجمعيات في مدينه الرباط، اللي كانت اول خطره يمكن في المغرب اللي كاين دفتر التحملات اللي كنقولوا كيرسخ ولا كيمكننا ندخلوا الشفافيه في هادشي ديال الدعم ديال الجمعيات. فاليوم دار طلب العروض، جاوبوا بعض الجمعيات تقريبا شي 150 جمعيه، وبدينا كنشوفوا هذوك الملفات واش هي مكتمله ولا لا، وبدينا العمل فيه، ويكون ان شاء الله في المستقبل يكون جواب وتقييم كاع ديال هذه المرحله ديال دفتر التحملات. من غير هادشي على المستوى الجماعي كانت عندنا دوره استثنائيه ديال المجلس جامعه الرباط حول عكراش، البلاطو ديال عكراش. داكشي علاش انا طلبت من عمر يجي معايا حيت هو اللي متبع اكثر مني هذا الملف، ويتكلم لكم على شنو وقع وشنو هو الموقف ديالنا. شكرا عمر. بالفعل كانت دوره استثنائيه الاسبوع اللي فات ديال مجلس مدينه الرباط، اللي قدمت فيها وكاله الحضاريه ديال الرباط سلا واحد مخطط تهيئة ديال الهضبة ديال عكراش، بلاطو عكراش، اللي هي كتعتبر من آخر التوسعات الممكنة ديال مدينة الرباط، واللي المساحة ديالو أكثر من 1100 هكتار. في المخطط التهيئة اللي تقدم لنا لاحظنا أن فيه إيجابيات في طبيعة الحال، ولكن لاحظنا أن واحد التمركز مبالغ فيه ديال التجهيزات العمومية، وتجهيزات عمومية جد كبيرة، منها واحد المسجد كبير يمكن يكون اكبر مسجد في الرباط، منها ساحات عموميه كبيره، منها واحد الشارع بالعرض ديال على الاقل 70 متر، منها واحد قصر ديال المؤتمرات، مكاتب، هادو كلها تمركزات في واحد المنطقه بالذات ديال الهضبه ديال عكراش. ولاحظنا ان هذيك المنطقه كيمتلكوها ناس بسطاء، اكثريتهم فلاحين ديال المنطقه، اللي غيتم نزع الملكيه ديالهم لانجاز هذا
التجهيزات العمومية. وفي المقابل كاين مجموعة ديال المناطق فيها عمارات وفيلات، عمارات اخ بلس 4 اخ بلس 5. لاحظنا ان المالكين ديالها شخصيات نافذة في الدولة، وهذا جعلنا كنعتبروا ان هذا المخطط ديال التهيئة وضع على مقاس هذه الشخصيات هذه، ان غادي ناخذوا نزع الملكية من البسطاء ونعطيو الاراضي اللي غيكونوا فيها الفيلات والعمارات للشخصيات النافذة. في هذا الاطار حنا درنا جوج المقترحات باش نصلحوا هذا المشكل ديال العداله العقاريه في بلاطو عكراش على الاقل في هذا الشطر الاول. المقترح الاول هو فيتلو تعمل به في المغرب، مثلا في شركه ديال زناته اللي قامت بنزع الملكيه ديال جميع المالكين الخاصين، وغتقوم بتجهيز ديال هذيك المدينه وتبيع بدورها القطع الارضيه للخواص والمنعشين العقاريين. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني هو تخلق واحد الشركه كيكونوا فيها المالكين ديال هذه الشركه هادو هما المالكين ديال الارض، بشكل ان يكون واحد العداله في التقسيم ديال الارباح وديال الخسائر ما بين جميع الملاكين ديال هذه الهضبه ديال عكراش هادي. مع الاسف كنا الوحيدين في مجلس ديال الرباط اللي صوتنا كفيدراليتي يسار ضد هذا المخطط، في مقابل ان جميع المكونات ديال المجلس الاخرى صوتات مع هذا المخطط هذا كيف ما تقدم، وملاحظات بداتها بطبيعه الحال جميع الفرق، ولكن مع الاسف كنا الوحيدين اللي صوتنا ضد هذا المخطط ديال التهيئه. فوالا انا تبعت هذا اكثر من بعد هذا الشيء ما وقع في مجلس بلدي دار الرباط. طرحت سؤال للسيد وزير الاسكان اللي هو السيد الفاسي فيهري عن حزب البي بي اس اللي هو اللي يترأس اللجنه اللي تاخذ قرار، وطرحت له السؤال المباشر، قلت له هذا المقترحين ديال فيدرات اليسار على المستوى ديال مدينه الرباط واش هو كيوافق على واحد فيهم، باش زعما نزيدوا القدام باش نبينوا لكم كذلك لا على المستوى ديال المدينه لا على المستوى الوطني حنا معارضه، ولكن معارضه بناء. لا كان شي حاجه مزيانه كندعموها، كان شي حاجه سلبيه كنعتبروها ضد المصلحه العامه كنعارضوها، ولكن ما كنكتفيوش بالمعارضه من اجل المعارضه، كنقدموا بدائل. وهنا ها هما مقترحين، هاد المقترحين لا تخد واحد فيهم راه ممكن تكون الامور ايجابيه للجميع وتكون العداله في 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 هذا المجال. فكنتظر الجواب ولا التجاوب من طرف السيد الوزير. كتاب هذا الاسبوع نقولوا جوج الكتوبه، كتاب الاول اللي عنده علاقه بهذا الشيء اللي وقع في عكراش اللي قديم في فرنسا، هذا عن ايميل زولا سميتو لا كوري اللي في القرن 19 وقع في مدينه باريس، مثل هاد نقولوا التعسف ولا الظلم في المجال العقاري اللي خلق ثروات ونهب ديال الاملاك ديال البسطاء. فهذا اللي بغى يمشي يقرا في هاد المجال، ماشي المغرب راه كاين دول اللي وقع فيها هاد الامور. وعندك شي حاجه كتاب في مدينه الرباط كان شي حاجه اللي كانت ايجابيه في اوائل القرن، اوائل القرن في مدينه الرباط السلطات ديال الاستعمار كانت ناويه تبني هذاك السونترفيل ديال الرباط اللي كاين فيه دابا شارع محمد الخامس و شارع في كاين محطه القطار اكدال المدينه رباط المدينه. هذه كلها كانت اراضي ديال الخواص، وكان فيها مضاربات عقاريه كثيره. وفي ذلك الوقت كانت السلطات ديال الاستعمار قررت دير واحد القانون تسمى لا لوا دو غومبرمون، ان تجمع الملاكين ديال هذه الاراضي هذو ويتقاسموا كاملين التجهيزات العموميه اللي هي الشوارع اللي هي مثلا المحطه ديال القطار واللي حداها، ويقتسموا الارباح ويقتسموا الخسائر حتى هي بشكل انه كيقضي على المضاربه العقاريه في هذا المجال. وهذه التجربه قدروا نستافدوا منها، تجربه عندها 100 عام ووضعها المستعمر، ولكن اليوم 100 عام من بعد هادشي انا قدروا نستافدوا منها ونحلوا نفس المشاكل بهذه الطريقه هذه. معلوم. الكتاب الثاني هو هادو شهادات وتاملات عبد الرحيم بوعبيد، فايت لي تكلمت عليها، ولكن اللي باغي يقرا شويه على تاريخ المغرب وعلى هذه الشخصيه العظيمه اللي كانت عندنا في المغرب عبد الرحيم بوعبيد كنشجعكم تمشيو تقراوه ولا تشريوه وتقراوه. موسيقى هذا الاسبوع هذا البوم جديد ديال عزيز السحماوي سميتو بويتيك ترانس، واللي اغلبيه ديال الاغاني سجلها في البولتك في الدار البيضاء، فكنشجعكم كذلك تنتوا على الموسيقى. اخيرا عندي نقطه اخرى اللي باغي يشجع الثقافه بصفه عامه والسياسه بالمعنى النبيل ديال السياسه. كاين اليوم في الرباط، اليوم الجمعه في يعقوب المنصور، هذه جمعيه امل المنصور
ها هي التصويره ديالها، سيروا تشجعوا الدعم للثقافه في حي يعقوب المنصور. وفي الدار البيضاء هذا الفرع ديال بنمسيك ديال الحزب الاشتراكي الموحد اللي داير حتى هو لقاءات مدرسه ثقافيه وسياسيه، هاي ينطلق فيها هذا السبت في المقر المركزي. فشكرا على المتابعه والى اللقاء في بودكاست مقبل.